السلام عليكم تلاميذ سنة خامسة ابتدائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. حصة جديدة من حصص أتدرب على التعبير الكتابي. اليوم مع الصفحة 34 لنقرأ، لدينا فقرة. هذه فقرة تتحدث عن أحد أبطال ثورة التحرير الكبرى. اقرأها جيدا ثم قم بتخيل مقابلة مع هذا البطل واكتبها. سعد القاسمي هو ضابط في جيش التحرير. ولد في عين بسام ولاية البويرة عام 1932. هو نسمة من نسائب الوطنية وقصة طافحة بالأحداث والعواطف الجياشة الصادقة. كان يعمل في سرية مع الثوار ويدعمهم إلى أن اكتشف أمره العدو، فالتحق برفاقه في الجبال، والحياة القاسية هناك جعلته يمتلك الخبرة والشجاعة والقدرة على الصمود. وكانت أول معركة شارك فيها قرب جبال ولاد سلطان الممشى، وقد ألحق فيها هو ورفاقه بالعدو خسائر فادحة وتمكنوا من إيقاف زحفه. ولقد جاب مناطق كثيرة جبالا وشعابا وتوغل في السهوب حيث تكون فيها أصعب المعارك، لأنها أرض منبسطة مكشوفة تستلزم التنقل ليلا بأفراد قلائل. تابع هو ورفاقه المفاوضات بين جبهة التحرير والعدو الفرنسي، واثقين من أن فرنسا فقدت الكثير من قوتها وأصبح جنودها يفرون من المعارك، وانتظروا فرحة خبر الاستقلال وكلهم حذر. وبعد الاستقلال بقي في الجيش مدربا، بعدها انتقل إلى الحرس الجمهوري ثم تقاعد. ظل متصلا برفاق الدرب في الكفاح يتذكرون نضال الأمس تحت سماء الحرية. إذن هذه الفقرة فقرة صغيرة تتحدث عن أحد أبطال الثورة التحريرية، شخصية تاريخية. اسم هذه الشخصية سعد القاسمي، كان ضابطا في جيش التحرير. لدينا تاريخ ومكان ازدياده عام 1932 بمدينة البويرة. هو شخصية من الشخصيات الوطنية، شخصية قوية. قصته قصة طافحة بالأحداث والعواطف. كان يعمل في البداية، كان عمله سريا مع الثوار، ثم التحق بالجيش. التحاقه بالجيش جعله يمتلك الخبرة والشجاعة والقدرة في الصمود. شارك في معارك كثيرة مع الثوار، من بينها معركة أولاد سلطان بالممشى، ألحق فيها خسائر بالعدو. ثم في الفقرة الثانية، ثم في الفقرة الثانية تحدث عن الصعوبة التي كانت تواجههم خلال المعارك، وقال أنه كان يتوغل في السهوب لأنها أراضي منبسطة ومكشوفة، مناطق صعبة تتوجب الحذر والتنقل ليلا. ثم تكلم عن المفاوضات بينه وبين الجيش الفرنسي، بأنه شارك في المفاوضات، استسلام فرنسا ونيل الاستقلال. ثم ماذا عمله بعد الاستقلال؟ قال بقي في الجيش مدربا، ثم انتقل إلى الحرس الجمهوري، ثم تقاعد وظل متصلا برفاق الدرب في الكفاح. إذن نقوم نحن بحوار أو مقابلة مع هذا البطل، ونطرح عليه أسئلة من خلال هذه الفقرة. إذن اقرأوا الفقرة مرات عديدة لكي تفهموا وتستطيعوا استخلاص الأسئلة. إذن لنبدأ مع بعض. إذن السؤال الأول، متى ولدت وأين كان ذلك؟
ولدت عام 1932 في عين بسام ولاية البويرة. إذن الأجوبة تجدونها في الفقرة. كيف كانت بدايتك في العمل الثوري؟ كان عملي في البداية سريا إلى أن اكتشف أمري، فالتحقت برفاقي مباشرة في الجبال، حيث الحياة القاسية التي جعلتني أمتلك الخبرة والشجاعة والقدرة على الصمود. سين ثلاثة، ما هي أول معركة شاركت فيها وكيف كانت نتيجتها؟ أول معركة شاركت فيها هي معركة قرب جبال أولاد سلطان بأنمامشا، وقد ألحقنا فيها خسائر فادحة بالعدو وتمكننا من إيقاف زحفه. السؤال رقم أربعة، ما هي الصعوبات التي كانت تواجهكم؟ كنا نواجه صعوبات عندما كنا نتوغل في السهوب لأنها أراضي منبسطة ومكشوفة تلتزم الحذر والتنقل ليلا وبعدد قليل. السؤال رقم خمسة، هل كنت أنت ورفاقك واثقون من النصر؟ نعم، كنا واثقين من النصر لأن آنذاك فرنسا فقدت الكثير من قوتها وأصبح جنودها يفرون من المعارك. سؤال رقم ستة، هل بقيت في الجيش بعد الاستقلال؟ نعم، بقيت في الجيش أعمل كمدربا، بعدها انتقلت إلى الحرس الجمهوري حتى تقاعدت. هل بقيت على اتصال برفاقك؟ نعم، بقيت على اتصال بهم لنتذكر نضال الأمس تحت سماء الحرية. إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو، نلتقي مع مواضيع أخرى، مع مواضيع أتدرب على التعبير الكتابي. لا تنسوا أعزائي التلاميذ الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.